أيها الإخوة، تقبل الله منكم حجكم وسعيكم، ونسأل الله القبول والنصرة على الأمويين. آمين. أيها الإخوة، كلكم يعلم أننا سكتنا عن حقنا في الإمامة الذي اغتصبه الأمويون، آملين أن يسيروا على النهج النبوي الشريف. أي والله، لقد خالفوا كتاب الله وسنة رسول الله. صدقت يا إبراهيم، تركوا حدود الله، ظلموا وبغوا، اعتدوا على العباد، وقتلوا علماء المسلمين. كل هذا على يد ولاتهم الطغاة القساة. إذن أنتم توافقونني على أنه آن الأوان لزوال ملكهم. نعم، من هذا المكان أعلنها خلافة الرضا من آل محمد. الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد. لا إله إلا أنت حقا حقا، الأول قبل كل شيء، وها أنا بين يدي، ناصيتي بيدك، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنب العظيم غيرك. أي رباه، أي سيداه، أي أمله، أي رجاءه، أي عماده، أي كهفاه، أي حصناه، أي حرزاه، أي فخراه، بك آمنت ولك استسلمت، وعليك توكلت، وبابك قرعت، وبفنائك نزلت، وبحبلك اعتصمت، وبك استعنت، وبك أعوذ، وبك ألوذ، وعليك أتوكل، وإليك ألجأ وأعتصم، وبك أستجير في جميع أموري، وأنت غياثي، وأنت غياثي وعمادي، وأنت عصمتي ورجائي، وأنت الله ربي. يكفي، لم تعد بي رغبة. أرجوك يا أمي، كلي ولو بضع لقيمات، فجسدك لم يعد يحتمل المرض والجوع معا. أرجوك. والحمد لله الذي يسأله فيعطيني، وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. والحمد لله الذي أناديه كلما شئت لحاجتي، وأخلو به حيث شئت لسري، بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. إلهي، لا تؤدبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا رب، ولا يوجد إلا من عندك؟ ومن أين لي النجاة، ولا تستطاع إلا بك؟
الحمد لله الذي أناديه فيجيبني، وإن كنت بطيئا حين يطلبني. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لكم على هداياكم، وتقبل الله مسعاكم وحجكم. منا ومنك يا أمير المؤمنين. كيف وجدتم أمير الحج؟ لله الأمر يا أمير المؤمنين، ماذا نقول لك؟ قولوا ماذا رأيتم؟ ظهر من الأمير فعل كثير مذموم، وقد تشاغل بالغناء والشراب، وأمر مولا له فحج بالناس، وأخذ الكلاب معه. كلاب؟ يجب على الوالي أن يكون كالراعي، لا يغفل عن رعيته ولا يتكبر عليهم. يا هشام، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجاهل مما علمت. عظم العالم لعلمه ودع منازعته، وصغر الجاهل لجهله. استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم، واعلموا أن الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع عنكم. يا هشام، إن كل نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيئة تؤاخذ بها. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. يا هشام، الناس رابح وسالم وشاجب، فأما الرابح فالذاكر الله بلسانه، وأما السالم فالساكت الصامت، وأما الشاجب فالذي يخوض في الباطل. إن الله حرم الجنة على كل فاحش بذيء قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل فيه. ألا هل عمن في رأيه متأمل، وهل مدبر بعد الإساءة مقبل، وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة المتزمل. فقد طال هذا النوم واستخرج الكرى مساويهم، لو كان ذا الميل يعدل. وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل. كلام النبيين الهداة كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. رضينا بدنيا لا نريد فراقها، على أننا فيها نموت ونقتل، ونحن بها مستمسكون كأنها لنا جنة مما نخاف ومعقل. كلاب، كلاب في الحج، والله ما سبقك إلى هذا أحد. أمير المؤمنين، لم أكن أعلم بأمر الكلاب إلا هناك في الحج. قائد القافلة من أخذها؟ فليسجن قائد القافلة. وأنت أيها الوليد، لقد شهد الناس في الحج على أفعالك، ووجب عليك خلع نفسك. اخلع نفسك من ولاية العهد،
الآن وأمام الجميع. لا، لن أفعل. ويحك، بعد كل ما فعلت لن يرضى بك الناس وليا للعهد، فاخلع نفسك قبل أن يخلعوك. هذا أمر لا دخل للناس به، أما أنا فقد أمرت نفسي ألا تخلعني. أما أنت يا أمير المؤمنين فتذكر أبي يزيد ووعدك له. ليت أباك كان حيا ليرى ما فعلت. منذ اليوم محرم عليك العطاء أنت وكل مواليك. انصرف. أتنتظر أحدا؟ نعم يا سيد. أتدري يا عيسى، لقد رعني عدد المستجيبين لشعارنا الرضا من آل محمد، وكأن أعدادا كبيرة تئن تحت حكم بني أمية ويبحثون عن الخلاص. هو ذاك يا سيد، تعال معي يا عيسى. تصرفات الوليد تسيء إلى هشام وتسيء إلى تاريخنا وأولادنا. وما العمل يا مولاتي؟ حاولت مرارا مع أمير المؤمنين ولفت نظره إلى مولاي مسلمة، لكنه مصر على أن يكون خليفته الوليد. هذا الفاسق الفاجر تؤول إليه الخلافة ويحرم منها مسلمة، والله إنه لظلم كبير من هشام. إنه ظلم للأمة كلها يا مولاتي. اذهب إليه، والآن عليه أن يعزل الوليد عن ولاية العهد ويعلن ذلك للعامة والخاصة. أمر مولاتي سأفعل، ولكني لا أعدك سوى بالمحاولة. أتعرف الهاشمي الحائك؟ نعم يا أبا عبد الله. لا أريده أن يعرف ممن هذا مال، وكن حذرا. السلام عليكم. وعليك السلام. أبتي، أشعر بالجوع، ألست بجائع؟ وما بقي عندنا من الطعام يا ابنتي؟ أبقي من المال شيء؟ كلا، لم يبقى شيء. 50 سنة وأنا أحيك الثياب، واليوم حتى يدي لم أعد أراها يا ابنتي. اذهبي بعباءتي غدا إلى السوق وبيعيها. ولكن يا أبي، قد حكت هذه العباءة بيدك وهي آخر ما حكت، ولا تملك غيرها إذا اشتد بنا البرد. لا أملك خيارا آخر يا ابنتي. اثنان يا سيدي. افتح لثامك يا هذا،
وماذا تفعل في هذا الوقت المتأخر من الليل في الزقاق؟ هل تساعدني؟ لماذا؟ هل تعرف كيف تخرج عجلا من جوف بقرة تلد؟ اذهب، اذهب وابحث عن غيري. السلام عليك يا أبا هاشم. وعليكم السلام، من أنت يا عبد الله؟ هلا أغلقت الباب، لا أريد لأحد أن يراني في هذه الساعة المتأخرة. على رسلك يا أبا هاشم، لقد أرسلني أحدهم لأعطيك هذه الأمانة. أمانة؟ تريد أن أحتفظ بها لك؟ هي أمانة أعطيتها لأوصلها لك. لي؟ هذا المال لي؟ الحمد لله، الحمد لله. أستأذنك يا أبا هاشم. على رسلك، ممن هذا المال؟ لقد أوصاني ألا أخبرك بشيء، فذلك ليس في صالحك ولا في صالحه. لله دره هذا الرجل، وهذا جعفر بن محمد، وأنا ابن عم له، لا يصلني بدرهم واحد على الرغم من كثرة ماله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللهم وفق صاحب هذا المال واغفر له في الدنيا والآخرة، آمين. يا ابنتي، يا ابنتي، هداك الله يا أمي، لماذا لم تطلب الماء مني يا عزيزتي؟ ظننتك نائما فلم أشأ أن أنقذك من نومك. استريح، استريح. اشربي يا أمي. أتدرين يا أمي؟ إن ثوبك قد بلي، سأشتري لك ثوبا بدلا عنه. ومن أين لك بالمال يا ولدي؟ لدي ما يكفي لذلك. أنا أعلم أنك تجمع المال كي تتزوج، لا أريد منك أن تصرف أموالك على عجوز شمطاء مثلي. أعوذ بالله يا أمي، لا تقولي ذلك، فأنت أعز ما أملك في هذا الوجود. هل علمت أن شهاب الدين الزهري قد حدث أمير المؤمنين هشاما عنك؟ الزهري أبو بكر؟ وماذا قال لهشام؟ بلغني أنه حدثه في عزلك عن ولاية العهد. الزهري؟ نعم. أبلغت به الجرأة أن يطلب عزلي؟ أكثر من مرة يا مولاي. والله لا أقتلنه، يعيش بخيرنا ورعايتنا ثم يتدخل بشؤوننا. تمهل أيها الأمير، إن غدا لنظيري إلى قريب، أنت ولي العهد، وسيأتي يوم تنتقم فيه منه. إذا جلست على كرسي الخلافة فالزهري وغيره عندك سواء. والله لئن ظفرت به لأقتلنه، والأيام بيننا يا زهري. وهل أجابه أحد إلى ما يريد؟ قل من؟ سمعت أن محمدا وإبراهيم ابن هشام بن إسماعيل تحمسا لذلك وإيادا عزلك. محمد وإبراهيم ابن عمي،
الله لن أنسر لهما ذلك يوما، واسترون ما أنا فاعل بهما. أتأذن لي يا مولاي أن أعرض عليك ديني الذي أموت عليه؟ قل يا منصور. إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه، بل الخلق يعرفون بالله. صدقت. إن من عرف أن له ربا فينبغي له أن يعرف أن لذلك الرب رضا وسخطا، وأنه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي أو رسول، فمن لم يأته الوحي فينبغي له أن يطلب الرسل، فإذا لقيهم عرف أنهم الحجة وأن لهم الطاعة المفترضة. أحسنت. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الحجة من الله على خلقه، وحين مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان الحجة على خلقه؟ قيل القرآن، فنظرت في القرآن فإذا كل الناس يحتجون به، المرجئ والقدري وحتى الزنديق الذي لا يؤمن به قد يغلب الرجال بخصومته بالقرآن، فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم عليه، فما قال فيه القيم كان حقا، فلابد من عالم بهذا الكتاب يكون قيما عليه، فمن هو؟ أصبت. سألت الناس من قيم القرآن، فقالوا إن ابن مسعود كان يعلم، وعمر يعلم، وحذيفة يعلم. قلت كلا؟ قالوا لا، فلم أجد أحدا يقال إنه يعرف ذلك كله إلا عليا عليه السلام، وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، وقال هذا لا أدري، قال علي أنا أدري. فأشهد أن عليا عليه السلام كان قيم القرآن، وكانت طاعته مفترضة، وكان الحجة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ما قال في القرآن فهو الحق. رحمك الله وأحسنت فيما قلت. السلام عليك يا أمي. أهلا بك يا ولدي، كأنك مسرور. الحمد لله، لقد عدت بربح جيد اليوم، فاطلبي مني ما تشائين، ماذا تحبين؟ أريد أن أسألك، فلقد سلبتني تفكيري بدينك الجديد هذا. وما الذي شغلك يا أمي؟ لا أشك أن ما ذكرته لي لا يصدر إلا من أنبياء السماء، وأن اتباعهم واجب على كل إنسان، ولكن... أجل يا أمي، إن اتباع آخر الأنبياء أمر واجب على كل الناس، فالله تعالى يحب ذلك ويرضاه. ولكن ما أصعب أن تنتقل من دين إلى آخر يا بني؟ أيصعب ذلك لو كان فيه نجاتك يا أمي؟ لو كان وراء ذلك الجنان والخلود في الرضوان؟ فما يفعل من يريد أن يعتنق دينك؟ فإني قد ارتحت له، وأشعر بقلبي ميلا إليه. أكرر لك ثانية يا أماه، إن المسيح عليه السلام بشر بأن نبيا يأتي بعده اسمه أحمد، ولم يقل لأحد أن لا يتبعه. أمير المؤمنين،
لقد وجد الحراس رقعة أمام باب القصر. وما فيها؟ إن شئت قرأتها لك أو تقرأها أنت. إن صح ما فيها لأقتلن خالد بن عبد الله القسري وأقطعنه إربا إربا. لكننا يا سيدي لا نعرف من قال هذه الأبيات ولا نعرف إن كان صادقا أم كاذبا. اجمع لي رواة الشعر الآن. يا ابن رسول الله، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أي ليراقبكم ويرصد أحوالكم فيرى كيف تعملون. وقوله أحسن عملا ليس يعني أكثركم عملا بل أصوبكم عملا. ما أكثر ما نطلب الأعمال بالأعداد يا سيدي. إن قليل العمل مع العلم بشرائط العمل وصدق النية مقبول عند الله مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل بالفقه مردود. إنما تكون إصابة العمل بخشية الله والنية الصادقة، ولا قيمة لعمل العامل دون إخلاص لله تعالى. سأنشد عليكم أبياتا فاسمعوا. تألق برق عندنا وتقابلت أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها. فدونك قدر الحرب وهي مقرة لكفيك واجعل دون قدر جعالها. ولن تنتهي أو يبلغ الأمر حده فنلها برسل قبل ألا تنالها. تجشم منها ما جشمت من التي بسور أهرت نحو حالك حالها. تلافى أمور الناس قبل تفاقم بعقدة حزم لا يخاف انحلالها. فما أبرم الأقوام يوما لحيلة من الأمر إلا قلدوك احتيالها. وقد تخبر الحرب العوان بسرها وإن لم يبح من لا يريد سؤالها. أريد أن أعرف من قائل هذه الأبيات. لعله للكويتي يا أمير المؤمنين. نعم صدق العبسي، إنه شعر الكويت. إنه لسان الكويتي يا أمير المؤمنين. يا حاجب، أعطي كل واحد منهم 1000 دينار. إذن الكميت يحذرني من القسري. أصدقني القول يا أبرش، هل أنتم منتبهون لما يحاك ضدي؟ إن قبضتنا شديدة يا أمير المؤمنين، والعيون ترصد كل صغيرة وكبيرة، فلا تحزن. وكيف تريدني ألا أحزن وأنا أرى الحساد يعدون العدة لزعزعة سلطاني، ومنهم من نبت لحمه في سلطاننا؟ لن ينالوا من سلطانك شبرا واحدا يا أبا الوليد، ففي ملكك حياتنا. لن نفرط في حياتنا لأي طامع حتى لو كان من أولادنا. إذن اكتب لخالد وأخبره بالأمر. أكتب لخالد؟ أريده أن يظهر لنا مكنوناته وأن يعرف بأننا لا يخفى علينا حتى ما يحدث به نفسه. إننا ندعو لآل البيت أو لمن يقوم بأمرهم. لقد آن الأوان لعودة الحق لأهله. يا أبا سلامة، إن لك مكانة في نفوسنا، وتعلم أن لن نخالفك الرأي فيما تراه صوابا. فما ترى؟ اعلموا يا إخوتي
أنا في دعمهم إصلاحا للبلاد والعباد، وفوق كل هذا رضا الله عز وجل. لذلك وجب علينا ألا نبخل عليهم بالمال ولا بالكسوة ولا بالرجال، إنهم يقدمون أرواحهم لنصرة الحق والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وآله. فماذا تريدون أكثر من الرضا من آل محمد؟ الرضا من آل محمد، الرضا من آل محمد. الذي أهم الأمير؟ الخليفة هشام كتب إلي أن الكوميت كتب له أبياتا يحذره مني ويدعي أني أعمل لعزله. عجبا، وما الذي يريده هذا الكوميت من وراء ذلك؟ والله لن أترك، أريد أن يهدم ما بنيته بأظافري. لقد اشتريت ود العرب، قبائلها وعشائرها، حتى دانت لبني أمية وخلفائها. أيغرب هشاما ولولاي لتزلزل ملكه؟ هذا المضري يغري بقحطان كعادته. اسمع، اكتب لولينا في الكوفة أن يلقي هذا الخسيس في أنتن وأقدر السجون حتى يجن أو يموت، ولتأتني بالنخاس على الفور. أريدها أن يحضر أجمل النساء وأذكاهن. هيا. أرى الخلال ذاهبا دون أن ينتظرني. لما شأن أتأخر على شيخي بكير بن مهان؟ نصرة العباسيين أحب إلي من كنز الكنوز. هذا ظني بك. هيا بنا. اسمع أيها النخاس، أريدهن ممن يقرأن ويكتبن، ممن يحفظن الشعر ويقرأن. سأتلو عليكن أبياتا وأريد منكن أن تحفظنها، وإذا سألكن سائل لمن هذا الشعر فأعلمنه أنه للكوميت. وأعلمنا أيضا أنني سأبعث بكن إلى قصر أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك لتخدمن فيه. اقتربي يا ياسمين. أمر مولاي. هل حفظت ما قرأته عليك؟ عن ظهر قلب يا مولاي. وهل ستنسين ما أوصيتك به؟ وهل ينسى المرء اسمه؟ بورك بك، ستكون مكافأتك مجزية إن أحسنت التصرف. مكافأة رضاك يا مولاي. انصرفي راشدة. يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين هو الإمام الصادق؟ لم نره اليوم في المسجد، هل هو متوعك أم شغله أمر ما؟
لا سيدي الصادق بخير، لكنه في البستان منذ الصباح الباكر ولم يعد بعد. لنلحق به إلى البستان، نساعده ونسامره بدل أن يبقى وحيدا. نستودعك الله. في أمان الله. ألا هل عمل في رأيه متأمل؟ وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟ وهل أمة مستيقظون لرشدهم فيكشف عنه النعسة المتزمل؟ لمن هذا الشعر؟ إنه للكميت بن زيد يا سيدي. الكميت بن زيد، أكملي. وعطلت الأحكام حتى كأننا على ملة غير التي نتنحل. كلام النبيين الهدى كلامنا، وأفعال أهل الجاهلية نفعل. رضينا بدنيا لا نريد فراقها، على أننا فيها نموت ونقتل، ونحن بها مستمسكون كأنها لنا جنة مما نخاف ومعقل. أكملي أكملي. الخليفة هشام أجل، إنه يطالبني بقطع يد الكميت ولسانه. والله لو علقنه على جذع نخيل الكوفة. اطمئن يا مولاي، جنودنا الآن يبحثون عنه تحت كل حبة تراب وتحت كل حصات. إلى أين سيذهب وإلى متى سيختفي؟ اطمئن يا مولاي اطمئن. هيا معنا يا كميت. ما بكم؟ ماذا تريدون؟ صدر أمر بسجنك. ماذا فعلت يا هيا؟ جبروت دعني كنوت دعني كنوت. أليس هذا ما كنت تسعى إليه؟ أليست هذه رغبتك؟ ألست القائل؟ ما أبالي ولن أبالي فيهم أبدا رغم ساخطين رغامي، فهم شيعتي وقسمي من الأمة، حسبي من سائر الأقسام. لقد جلد أمير المؤمنين كاتبك عياض بن مسلم ثم ألقاه في السجن. عياض؟ لقد فعلها هشام. ولماذا جلده؟ هل صدر منه شيء؟ لقد وعد بأن يضرب كل من يصاحبني وفعلها. والله لن أعود إلى دمشق. أيها الأمير، قلتها، أنا باق هنا ولن أعود إلى دمشق. لقد أمر هشام بقتلي، وهذا أبان يدلني على سبيل الخروج، فهلا أعنتني؟ سأفعل كل ما أستطيع. هكذا إذن خالد القسري يرفض خلع الوليد. على نفسك جنيت يا خالد، على نفسك. قلبنا الكوفة رأسا على عقب، حتى واحات النخيل فتشناها، لم نعثر له على أثر، لكننا سنجده آجلا أم عاجلا. وماذا لو طلبه الخليفة مني؟ ماذا أقول له؟ سامحني يا مولاي، لقد هرب الكميت وليس له أثر في الكوفة. أنتهى والله لأطيحن برقابكم قبل رقبتي.